كلثوم ليش ساكتة؟ لهلا ما قلتي شي. يعني طبعا إذا أنت ما بدك ما رح يصير شي، بس شو بدي أقول عبدي؟ أخي عم أسأل حالي وأقول أنا شو عملت بحياتي ليصير معي هيك؟ يعني أنت مو زعلانة مني؟ مو؟ كيف بدي أزعل منك؟ أنت مجنون شي؟ الله بعت لي إياك نعمة بهالوقت. بس أنا بس شو؟ أنت خايفة من أخوك مو هيك؟ إيه يعني أنا رح أحكي مع فرهاد. ما رح يوافق بالمرة، بحياته ما رح يقول إنه موافق، بعدين رح يزعل منك إلك. بترجاك لا تورط حالك بالمشاكل أكتر منك. اسمعي كلثوم، أنا رح أحميكي وحافظ عليكي تماماً مثل أخوكي. يعني كيف بدي قلك، ما في شي غلط باللي بدي إياه، وفرهاد لازم يوافق. يعني هالأغلب إيه؟ كلثوم، إذا أنت كنتي موافقة أنا كمان أخذت قراري. أنا ما رح أتركك أنت ونجدة هيك لحالكم. أنت وافقي وكله سهل، رح حارب كل يلي بيوقف بوشي. أنا قبلان بكل شي، لا تخافي ما رح يصير لي شي. أنت ليش عم تعمل كل هاد معي؟ كرمال نجدة عن جد؟ يعني إذا أنت بدك كمان أعطيني هويتك مشان أنا بلش بوراق المعاملة ونكتب الكتاب، شو رأيك أنت؟ هاد أخي أكيد عرف، أكيد حدا قال له شي. شو رح نعمل هلأ؟ شو صار؟ شبك اهدي شوي كلثوم، يعني مين رح يقول له؟ أي يا ابن خالتي. وينك أنت عابدين؟ أنا برات البيت، في عندي شغلة صغيرة. شو في؟ لازمك شي؟ جنيد بلش يضايقني كتير، ما بعرف بشو عم يفكر. ترك موضوع الحفريات ناقص، خلص اللي بإيدك وبلش راقب لي إياه. ماشي ابن خالتي، اتركوا علي. لك عابدين وينك أنت؟ بمكان في زحمة شوي، في موضوع كنت بدي أحكي معك فيه. أو مشان جنيد لا تأكل هم، أنا رح حل الموضوع. ماشي؟ طيب ماشي. لا رح يقتلنا، رح يقتلنا نحن الاثنين. كلثوم اهدي شوي، لا تتوتري هيك، ما رح يصير شي. ما بتثقي فيني؟ ايه بوثق فيك طبعا. كتير منيح، أعطيني هويتك. رح تقوم القيامة علينا؟ اي خلص، خليها تقوم، خليها تقوم كلثوم. انت شو عم تعمل هون؟ كيف عرفت البيت؟ والله الشغلة مو صعبة يا حلوة، وقت اللي طلع عابدين بالسيارة لحقته لحتى وصلت لعندك. بينجو، جابني لعندك. لمين هاد البيت؟ وانت شو دخلك؟ شش، وانت ليش معصبي هيك؟ يلا انقلع من هون. شش، عيب عليك يا كلثوم، عيب. في وحدة بتعمل هيك مع ابو ابنها؟ أنا أبو نجدات، اشتقت له كتير، إليك وإله. وين ابني؟
أنت شو عم تعمل؟ ابني نجدت، كل الفضيحة يلي صارت ولساتك شايفي حالك، انتبهي مشان ما تتورطي بالمشاكل. بديت تحمل همي؟ انت مو خايف قلن عنك؟ ما فيك تجيبي سيرتي، باخد روحك من حلقك، ببلش فيكي وبعدين بأمك المحترمة. لك الله يلعنك يا جنيت، وقت البتعصبي بتكوني كتير حلوة. لا تلمسني، طلع لبرا. أنا ما رح ألمسك، بس بالوقت الحاضر الولد كبر. ابني تعال عندي. لا تلمس ابني بالمرة، قلتلك انقلع وطلع لبرا. لك أنا بكرهك كره العمى، نسيت قديش أنا ترزيتك؟ قلت لك خلينا نروح ونهرب، قلت لي ما معي مصاري وما عملت اي شيء، تركتني ورحت. هلا تذكرت انه هاد بيكون ابنك. لا تخليني افقد اعصابي كلثوم، ولا توثقي باخوك كمان. شوفي كيف طردك من البيت وتصرفي معي بشكل احسن. ما فيك تعمل معي شيء، عم تفهم؟ ما رح تقدر تعمل شيء. انقلع وطلع لبرا، انقلع لبرا احسن ما اطلب لك الشرطه هلا. طيب ماشي، أنا رح روح، بس هذا الموضوع ما رح يخلص هون، ما رح خليكي ترتاحي بالمرة، تذكري هالشي وديري بالك على ابني.